السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، ونناقش فيها ارتكاب الاحتلال الصهيوني لمجازر جديدة خلال الساعات الماضية تزامنا مع عقد محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات الاستماع بشأن الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا على الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم إبادة جماعية في غزة. وينضم إلينا في هذه التغطية عبر خدمة زوم من عمان المستشار السابق في الأمم المتحدة والباحث في القانون الدولي الدكتور ماجد الزبيدي، وعبر الهاتف من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا الأستاذ ضياء الشمري، وعبر الهاتف من اسطنبول أيضا الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي. أهلا بكم ضيوفنا الكرام، نبدأ هذه التغطية ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إذن مشاهدينا الكرام في هذه التغطية لما يجري من أحداث وعدوان على قطاع غزة، وأولى جلسات المحكمة يعني اليوم كان هناك جلسة استماع في لاهاي لمطالبات من جنوب أفريقيا بعقد محكمة العدل الدولية كما ذكرنا للاستماع لهذه الجلسات. وينضم إلينا في هذه التغطية عبر خدمة زوم من عمان المستشار السابق في الأمم المتحدة والبحث بالقانون الدولي الدكتور ماجد الزبيدي، سيكون معنا في سياق هذه التغطية. ولكن الآن أنتقل إلى عبر الهاتف طبعا من فيينا، ينضم إلينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا الأستاذ ضياء الشمري. حياكم الله أستاذ ضياء. أهلا بك أستاذ ضياء. بداية يعني كيف تابعت مجريات وهذه المرافعات في المحكمة الدولية اليوم؟ حقيقة احنا كنا متوقعين انه تعقد هذه الجلسة في موعدها المحدد يوم 11 و12 من الشهر الحالي، وبدأت حقيقة هذه الاجتماعات ونحن نراقب ماذا يجري في هذه المحكمة من قبل القضاة والمتابعين للمحكمة، انه هذه المحكمة هي محكمة جنائية خاصة بقضية غزة وارتكاب الإبادة الجماعية بحق المواطنين في غزة. هذه لأول محكمة تعقد بهذه الظروف الطارئة ومن قبل جنوب أفريقيا اللي هي قدمت هذا الشكوى للمحكمة لاهاي بهذا الخصوص. نعم، يعني بالنسبة لهذه المحكمة جوانب المرافعة والاستراتيجية لربما التي اتبعها يعني الفريق القانوني لجنوب أفريقيا كيف تقيمه؟ هل كان يعني فريقا احترافيا؟ هل اتبع المهنية في طرح القضية؟ و يعني ما المطلوب من هذه المحكمة بوضوح؟ حقيقة نجحت جنوب أفريقيا بتقديم هذه الشكوى، وهي كانت يعني شكوى بالنسبة للعالم أنه شكوى، لأنه إسرائيل كانت رافضة للحضور أمام المحكمة الجنائية، وتمكنت جنوب أفريقيا من الحضور وأتمت المرافعة وعرض الأمور، ولحد الآن احنا ننتظر النتائج لأنه الإبادة الجماعية تقريبا هي 84 صفحة من هذه الشكوى، وهذه الشكوى كلها انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة مصورة بالصوت والصورة، وهذه دلائل على إسرائيل وارتكاب إسرائيل هذه الجرائم. احنا ننتظر النتائج هذه المحكمة، ماذا تقوم المحكمة، لأنه هي نجحت أيضا باستدعاء إسرائيل، وإسرائيل موجودة في هذه المحكمة وعندهم قاضي
موجود في هذه المحكمة وشاركت إسرائيل في هذه المحكمة، ولحد الآن هم يستفزون الدول العالم وحتى جنوب أفريقيا أنه هذه الشكوى غير قانونية وغير حجية إلى 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 ارتكاب الجرائم، وادعوها بالسخيفة. مع الأسف أنه الدولة إسرائيل هي دولة مارقة وليست تخضع للقوانين الدولية المتعارف عليها بكل الاتفاقات الدولية. نعم نعم. أنتقل بسؤال هنا للدكتور ماجد الزبيدي، المستشار السابق في الأمم المتحدة والباحث بالقانون الدولي الذي ينضم إلينا عبر خدمة زوم من عمان. حياكم الله دكتور ماجد. الله يحييك، أهلا وسهلا. حياكم الله دكتور ماجد. بداية وقبل الخوض في يعني مجريات هذه المحاكمة، هل يمكن القول إن يعني هناك نقطة سجلت لجنوب أفريقيا بالوصول بإيصال القضية الفلسطينية لمحكمة لاهاي؟ هذا بالتأكيد 100%. للأسف الشديد كل دول العالم عجزت عن تقديم دعوة مثل دعوة دولة جنوب أفريقيا، لأن دولة جنوب أفريقيا هي في الواقع دولة مستقلة استقلالا تاما، وعانت كثيرا من الاستعمار والتمييز العنصري وجرائم الإبادة الفردية والجماعية على يد الأقلية البيضاء. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن جنوب أفريقيا كدولة تحترم مبادئها واتفاقياتها وتوقيعها على اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي أصبحت نافذة المفعول منذ عام 1951، وبالتالي فإن جنوب أفريقيا تحترم دورها كدولة تحترم القانون الدولي وتحترم قوة القانون، ولهذا جنوب أفريقيا تحترم الإنسانية والبشرية جمعاء بتصديها لمنع ارتكاب جرائم إبادة جماعية، من شأن عدم مساءلة مرتكبي هذه الجرائم أن تعمل وأن تعاد ارتكاب مثل هذه الجرائم في أماكن أخرى. وبالتالي هي دولة حضارية محترمة لها كل احترام وتقدير. ولكن لم يكن متاحا يعني تقديم مثل هذه الشكوى وهذه الدعوة قبل مضي أكثر من 90 يوم على هذا العدوان؟ الواقع أن دولة جنوب أفريقيا بحكم ما تملكه من قضاة ومن قانونيين دوليين ومن قوة كليات الحقوق في جامعاتها الراقية رأت أن تستوفي جميع الأدلة على استيفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبالتالي هي جمعت أدلة ومواد وثائقية أصلية primary sources من وثائق الحكومة الإسرائيلية الحالية من أقوال وتصريحات وأفعال وممارسات، وبالتالي لديها أدلة دامغة لا يمكن دحضها باعتراف كثير من الإعلاميين والكتاب والمثقفين حتى الإسرائيليين. نعم، يعني أعود بالسؤال هنا للأستاذ ضياء. يعني أستاذ ضياء، كما ذكر الدكتور ماجد لربما تأخير تقديم هذه الدعوة كان لاستيفاء بعض الأدلة، هذه الأدلة التي قدمت بعضا منها وسوف تقدمها في الجلسات اللاحقة جنوب أفريقيا، إلى أي مدى يعني يعطي القضية زخما وقوة أكثر وأكثر؟ بالأمر حقيقة بالأمر الواقع الموجود على الأرض أنه هل هناك انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال الإسرائيلي لغزة وتدمير البنية التحتية والمستشفيات والمواد الغذائية ومنع الماء والكهرباء وكل هذا يتعلق بهذه الملف. الملف هو متكامل من قبل يعني من قبل جنوب أفريقيا، والمحامين الموجودين والقضاة الموجودين في جنوب أفريقيا هم مشاركين مشاركة فعلية بهذا الأمر، وهذا الأمر حقيقة هو مدروس دراسة كاملة من قبل جنوب أفريقيا، لأن جنوب أفريقيا عانت ما عانته بالسنين السابقة قبل أن تستقل وقبل أن تحرر من العنصر الأبيض والانتهاكات والفصل العنصري الذي عانته جنوب أفريقيا. وجنوب أفريقيا في السابق كانت يعني البيضاء
كانت متفقة مع إسرائيل، وهناك اتفاقيات دولية مع إسرائيل، ولكن بالوقت الحاضر حينما تحررت وهي تعلم كيف الانتهاكات الذي تحدث الذي حدثت في بلادها والآن تحدث في غزة، إذن هي معنية بالدرجة الأولى جنوب أفريقيا بهذه الحالة، وهذه الحالة التي موجودة بالوقت الحاضر في غزة هي أنا متأكد من عندها أنه القضاة الموجودين في جنوب أفريقيا وتقديم الدعاوي والشكاوي والإثباتات الرسمية بالإبادة الجماعية أمام فلسطين غزة، وحتى في الضفة الغربية هناك انتهاكات لحقوق الإنسان ما نراه بالإعلام وما نراه في التقارير الدولية من المنظمات الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية وحتى المنظمات الأطباء بدون حدود، هذه التقارير موجودة وموثقة. إذن هنالك تقارير موثقة، وعلى إسرائيل أن تبدأ ادعاءاتها لماذا ارتكبت هذه الجرائم ولأي سبب ارتكبت هذه الجرائم، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين من حتى وزير الدفاع الإسرائيلي حينما تكلم أنه هذه قطع الماء والكهرباء والغذاء والوقود. نعم، لأنهم يتعاملون حسب زعمه، يعني يتعاملون مع ليسوا أناسا، هناك أشبه حيوانات شبهها، أشبه حيوانات بشرية وصفهم، وقال إحنا نتخذ كل الإجراءات المتاحة لنا بإبادة هؤلاء الناس. يعني هو يتكلمون عن حماس، ولكن هم الإبادة الجماعية ليست مع قوة المقاومة الفلسطينية، وإنما إبادة الشعب الفلسطيني بأكمله في هذه المنطقة. نعم. طيب دكتور ماجد، أتوجه بالسؤال إليك هنا، يعني ألا ترى أن هذا لربما تفاؤلا مبالغا فيه؟ نعم. إذن ريثما يعود إلينا الدكتور ماجد، يعني أتابع معك أستاذ ضياء. أستاذ ضياء، يعني ما هو الفارق اليوم بين هذه الدعوة المرفوعة ضد الكيان الصهيوني عن بقية الدعاوى، وإلى أي مدى لربما تحرج الاحتلال بشكل حقيقي؟ حقيقة هذه الدعوة هي، احنا نعرف محكمة لاهاي هي تابعة للأمم المتحدة، وهذا جزء من الأدوات التي تستعملها الأمم المتحدة ضد انتهاكات لحقوق الإنسان في، وحدثت هذا بالبوسنيا وهرسك، وحدثت في دول كثيرة بهذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعوب الآخر. ولكن ما يحدث الآن أنه هذه لأول مرة تحدث تدان إسرائيل، لحد الآن هي لم تدان إسرائيل، وأنا أتوقع راح تتمدد هذه الاجتماعات إلى اجتماعات أخرى، لم يصدر الحكم بالوقت الحاضر، لأنه إسرائيل إحنا نعرف أنها دولة إسرائيل هي مدعومة من الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهذا الأمر واضح بالنسبة لنا. ولكن هنالك ضغوطات حتى على الحكام، يعني إسرائيل من قدمت المحكمة لتستطلب العطف الآخر من جابت هذا الحاكم أو القاضي الموجود وهو يمثل دولة إسرائيل، هو كان من بقايا من الهولوكوست اللي كان في سجون الاحتلال أو الاغتصاب أو الانتهاكات لحقوق الإنسان في زمن النازية. هم جابوا هذا لعطف الناس، لعطف المجتمع الدولي، إحنا دولة منتهكة، دولة يعني دائما عندنا مشاكل. هم المشكلة الوحيدة عند اليهود، لأنه هم يهود ويفكرون بتفكير يختلف عن بقية الأديان الأخرى، لأن هم يفضلون نفسهم على بقية الشعوب، وهذا الأمر واضح بالوقت الحاضر من رؤساء حتى ممثلين ووزراء موجودين في الكيان الصهيوني، حتى واحد من الوزراء مالهم يعني قال في حالة الضرورة ممكن نستعمل القنبلة الذرية في غزة، وهذا الأمر يعني الأمر خارق لكل الاتفاقيات الدولية وكل الحروب العالم الذي خوضت وانتهكت لحقوق الإنسان، حوسبت على هذه الإجراءات الذي أتمت بتدمير هذه المنطقة بأكملها. بالنسبة للموقف الأمريكي، يعني هل يمكن بالفعل ك
كما في جلسات مجلس الأمن بطبيعة الحال وحق نقض الفيتو. هل يمكن للموقف الأمريكي حماية كيان الاحتلال في جلسات أو في حتى يعني صدور قرارات تدين كيان الاحتلال، خاصة أننا نعلم وإذا ما تحدثنا يعني عن تصريح وزير الخارجية الذي استبق فيه جلسات المحكمة بأنه لا يرى أن إسرائيل تمارس أي إبادة جماعية؟ نعم، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي مشاركة فعلية في اتخاذ إسرائيل هذا القرار بانتهاكات لحقوق الإنسان في غزة. طيب عفوا عذرا للمقاطعة أستاذ ضياء، ولكن اسمح لي أن أخرج إلى فاصل ثم أستمع إلى إجابتك. إذا مشاهدينا فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إذن في هذه التغطية للعدوان في غزة ولعقد أولى جلسات محكمة لاهاي للاستماع في الدعوة المقدمة ضد الاحتلال الصهيوني. وأعود هنا بالسؤال للأستاذ ضياء الشمري. ضياء، أستاذ ضياء، كنت أسألك عن موقف الولايات المتحدة وهل يمكن له بالفعل ضمان أن لا يخرج أو أن لا يخرج أي قرار يدين الكيان الصهيوني؟ المتحدة الأمريكية هي تحاول وبجهد كبير منها أنه تحرف هذه الشكوى إلى شكوى يعني لا يوجد ضرر على إسرائيل وتبعد كل الأضرار عن إسرائيل، ولكن هنالك تقارير دولية، هنالك تقارير من الأمم المتحدة، هنالك تقارير من الصليب الأحمر، هنالك تقارير من الأطباء بدون حدود تشهد بما يحدث في هذه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل. إذن الخروج من هذه المشكلة هي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكون هي الولايات المتحدة الأمريكية تبنت موقف إسرائيل بهذه العملية الإجرامية الخبيثة التي يرتكبها الاحتلال. وهذه المشكلة لا يمكن أن تسكت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي بصيغة مباشرة أو غير مباشرة هي مسؤولة عن هذه الانتهاكات بإمدادها للحرب، بوقفها مع إسرائيل بكل ما هذه، ووقف الحكومة الأمريكية بجانب إسرائيل بوضوح، وهذا الأمر واضح للعالم أكمل. ولكن التقارير الدولية تثبت هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين في منطقة غزة، وهذا واضح للعالم. كيف راح تبرر هذه الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال والذي اعتدى على الأطفال والنساء والمستشفيات وسيارات الإسعاف والبنية التحتية؟ كل هذه كيف راح تبررها الولايات المتحدة الأمريكية حتى تدفع الضرر عن الكيان الصهيوني؟ إذن هنالك مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. نعم، طيب أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول. أستاذ محمد، يعني وصول هذه الدعوة لمحكمة لاهاي إلى أي مدى لربما يعزز موقف المقاومة الفلسطينية بوصفها مقاومة مشروعة ضد يعني كيان يحتل أرض هذه المقاومة؟ تحية لك أخي العزيز ولضيفك الكريم والمشاهدين، وتحية لكم أيضا على هذه التغطية لهذا الحدث المهم. في تصوري أننا اليوم كنا أمام محاكمة تاريخية مهمة للغاية، ليست محاكمة لكيان الفصل، لنظام الفصل العنصري المتمثل بالكيان الصهيوني في الأرض المحتلة فلسطين فحسب، ولكنها كانت محاكمة أيضا للميثاق العالمي ومحاكمة للغرب الذي يقف بقوة وراء هذا النظام، نظام الفصل العنصري المتمثل بالكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة فلسطين. وبالتالي في تصوري أن المرافعة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا الفريق القانوني أمام محكمة العدل الدولية
اليوم كانت مرافعة رائعة ومهمة ومستندة إلى أدلة تكشف النية المبيتة لدى المسؤولين مسؤولي الكيان الصهيوني، وهذه بالإبادة الجماعية، بفعل الإبادة الجماعية عن سابق الإصرار والترصد، ومارست الإبادة الجماعية بشكل واضح خلال عملياتها العسكرية الغاشمة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. شاهدنا مقاطع للفيديو لمسؤولين من الكيان الصهيوني يتحدثون عن أن الفلسطينيين يستحقون الموت ويجب قتلهم جميعهم، وبالتالي هذه التصريحات هي أدلة إدانة ضد الكيان الصهيوني، ومارسها بجيش الاحتلال الصهيوني بقتل آلاف الفلسطينيين عمدا لمن فيهم الأطفال والنساء الذين يجب حمايتهم بموجب القانون الدولي في النزاعات المسلحة. إذن اليوم كانت هناك مرافعة قوية، ربما تستمر المحكمة بالتأكيد ستستمر في عقد جلساتها، ستسمح للكيان الصهيوني غدا بالرد على هذه الدعوة، لكن في الواقع ما حدث بحد ذاته هذه الخطوة خطوة مهمة، وعلى صعيد البحث عن العدالة وتعرية الموقف الدولي لا سيما الموقف الغربي المتواطئ مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني. ما يتعلق بتعزيز موقف المقاومة، بالتأكيد هذه الخطوة أثارت حمق قادة الكيان الصهيوني الذين خرجوا للإدلاء بتصريحات بأن ما تقوم به دولة جنوب أفريقيا من دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان هو دعم مباشر لحماس حد قولهم، لكنه في الواقع هو تحقيق للعدالة ما يقوم به الشعب الفلسطيني بكل قواه بما في ذلك المقاومة الفلسطينية حماس والسائر الفصائل الفلسطينية، هو حق مشروع في تقرير المصير وفي الدفاع عن نفسه في مقاومة نظام فقر العنصري. والمفارقة أن دولة جنوب أفريقيا عانت كثيرا من ويلات هذا النظام الذي كان مدعوما بالتأكيد من الغرب، وبالتالي هي عاشت نفس المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، ولذلك تحركت وقدمت هذه الدعوة، وكنا نتمنى أن يكون قصد السبق فيها للدول العربية والإسلامية، لكنها تقاعست ودخلت اليوم دولة جنوب أفريقيا التاريخ من أوسع أبوابه في ظل هذا النفاق العالمي والتواطؤ الدولي مع جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وفي ظل هذا العجز والخذلان العربي والإسلامي للشعب الفلسطيني وللمقاومين في قطاع غزة. إذن بالتأكيد هذه الخطوة مهمة سيكون لها تداعياتها، ربما تنجح المحكمة في إصدار قرار بوقف العمليات العسكرية فورا، بوقف جرائم الإبادة كإجراء احترازي أو تدابير، جزء من التدابير التي يحق للمحكمة اتخاذها، ثم بعد ذلك تستمر في نظر الدعوة وفي جلسات المحاكمة بالاستماع إلى المرافعات التي سيقدمها الوقت القانوني في جنوب أفريقيا، وسيرد عليها بالتأكيد وقت الكيان المحكم. نعم، طيب أنتقل بالسؤال هنا إلى الدكتور ماجد الزبيدي. دكتور ماجد، ما هي برأيك ما هي أهم المعوقات التي يمكن، والصعوبات بطبيعة الحال التي يمكن أن تواجه الفريق القانوني الجنوب أفريقي في إثبات أحقية دعوته؟ الواقع أن دعوة دولة جنوب أفريقيا مستندة إلى الاتفاقية ذاتها، اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فهي مستندة إلى الأفعال التي عند ارتكابها توصف بأنها إبادة جماعية. على سبيل المثال، المادة الثانية من الاتفاقية يقول إخضاع المجموعة العرقية أو الإثنية أو الدينية أو العنصرية التي ارتكب الفعل ضدها إلى وسائل حياة تؤدي إلى هلاك كلي أو جزئي، أو إلى تضييق الحياة المعيشية عليهم من حيث قطع الإمدادات الضرورية للحياة كالطعام والشراب والوقود. هذا واحد. الأمر الثاني هو نقل مجموعة من المواطنين المدنيين نقلا قصريا من أماكن سكنهم. هذه نقطة، هذا فعل آخر. إذن هذه الأمور، هذه الوثيقة، هذه الدعوة تستند إلى متن ونصوص ومواد اتفاقية منع الإبادة الجماعية ذاتها.
عفوا نعم دكتور، هل يمكن نعم يعني هل يمكن اعتبار التصريحات من المسؤولين في كيان الاحتلال، هل يمكن اعتبارها فعلا يعني دليل يقدم للمحكمة في هذا الصدد؟ هو أهم دليل أستاذي العزيز، لأنه يتعلق بالركن المعنوي وهو النية. الركن المادي هو هذا القصف العشوائي للتجمعات السكانية دون تمييز بين مدني ومقاتل. الركن الثاني هو الركن المعنوي، توافر النية لدى مرتكب الفعل الجرمي بارتكاب جريمته. فالتصريحات، تصريحات وزير التراث اليهودي على سبيل المثال عميحاي المجرم العنصري النازي الذي يقول يجب أن نستخدم القنبلة النووية، وزير الدفاع الحالي الهارم العجوز العنصري النازي الذي قال أن أهل قطاع غزة ليست مجموعة بشرية إنسانية، هي مجموعة من الحيوانات يجب القضاء عليها. هذه واحدة أو اثنتين من أفعال من تصريحات النوايا. هناك العديد والعشرات التي تضمنتها 84 صفحة من دعوة في دعوة جنوب إفريقيا، الكثير موجود. نعم نعم، ولكن هل يمكن للكيان أن يعني يبرر هذه التصرفات لربما على الانتهاكات التي جرت في أراضي غزة على أنها تصرفات فردية من جنود لم يأخذوا أوامرهم من القادة؟ هل يمكن لها ذلك؟ لا يمكنها ذلك إطلاقا. لأن الجيوش النظامية ليست كالميليشيا، الجيوش النظامية محكومة بقوانين ونظم ولها أطر ولها مسؤولين، وجيش الحرب الإسرائيلي الصهيوني هو جيش يقوده مدنيون في العادة. وثانيا إسرائيل في دعوتها غدا، في دفاعها غدا، سوف تقول أن حماس ليست دولة، وحماس منظمة إرهابية بموجب القوانين الأمريكية، وستقول أن قطاع غزة ليس بقعة جغرافية كاملة من فلسطين، وسوف تدعي ادعاءات شكلية بعيدة عن مضمون اتفاقية منع الإبادة الجماعية، على عكس دعوة دولة جنوب أفريقيا التي ركزت على المضامين وعلى الموضوع الأساسي في تلك الاتفاقية. وبالتالي مهما حشدت إسرائيل من قضاة لهم سجل تاريخي في التعاطف الدولي مثل القاضي أهارون باراك على سبيل المثال الناجي من المحرقة، والذي تم تهريبه بكيس من قماش أثناء خروج من الأحياء اليهودية، هذا لن يجدي نفعا. الأمور الآن في ضوء الإعلام البديل وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد الأمر كما كان في الهولوكوست على سبيل المثال. الأمر الآن واضح وهو موثق على كل الشاشات وعلى كل شاشات الهواتف الذكية للأفراد على مدى 7 مليارات شخص في العالم. هذه أمور أصبحت واضحة، ولهذا اسمح لي أن أقول لك أن محاكمة إسرائيل هي محاكمة للولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط بدعمها للسلاح القاتل والفسفوري والمحظور دولي، بل لأنها تستخدم حق النقض الفيتو ضد منع الإبادة الجماعية، ولأنها تمنع وقف إطلاق النار. ولهذا دعوة جنوب أفريقيا الشق الأول منها هو دعوة المحكمة إلى اتخاذ إجراءات احترازية أولية إلى قبل صدور القرار، قد يصدر في شهر أكتوبر أو سبتمبر القادم، يحتاج إلى بضعة شهور إلى أن يصدر. لكن الآن الشق الأول من الدعوة هو يطالب بإجراءات احترازية ووقف الإجراءات التي تؤدي إلى هلاك مجموعة بشرية عرقية أو دينية هم أهل قطاع غزة. من شأن منع هذه الوقائع والمجازر أن تمنع إبادات جماعية لا يمكن أن تعوض لاحقا. هذا جزء مهم، أن الدعوة شقين. الشق الأول هو دعوة دولة جنوب أفريقيا للمحكمة. يعني نعم، سأعود إليك لأسألك نعم دكتور عن يعني طبيعة هذه الإجراءات الاحترازية، ولكن منتقل بالسؤال هنا للأستاذ ضياء. أستاذ ضياء، يعني وصول هذه الدعوة لمحكمة لاهاي للنظر فيها إلى أي مدى يحرج لربما
الدول الغربية وأمريكا أيضا الراعية يعني للكيان الصهيوني، خاصة إذا تحدثنا هنا أن هناك مرتزقة سواء من الجنسيات الفرنسية أو غيرها من الجنسيات. إلى أي مدى الآن ترى تلك حكومات تلك البلدان نفسها ملزمة بمحاسبة هؤلاء يعني المرتزقة؟ نعم، هنالك إحراج لهذه الدول الأوروبية الذين شاركوا بمشاركة فعلية حقيقة بتجنيدهم بعض المواطنين من بلدانهم ومشاركة في حربهم ضد غزة. هذا لا يعني أنه تبرئة هذه الدول الذي تعاملت مع إسرائيل ومن ضمنها النمسا، حقيقة هي دولة حيادية وبصيغة مباشرة هي مسؤولة، يعني بالدستور النمسا المفروض تكون دولة حيادية حتى في اتخاذات قراراتها، ولكن كانت بجانب إسرائيل 100% في قرارات الإسرائيليين. يعني حقيقة هي وقفت ضد حتى إيقاف الحرب ضد مع إسرائيل. يعني هذه الدولة والدول ألمانيا وفرنسا وكل الدول الذي شاركوا مواطنيها في هذه الحرب هم متهمين، لأنه جريمة الحرب يا أخي، الجريمة ضد انتهاكات للإبادة الجماعية ليس مسؤول عنها شخص، لأنه كل من شارك في هذه الحرب هو متهم بهذه، إذا كان عسكري وإذا كان مدني وإذا كان مجموعات بشرية مرتزقة موجودين يحاكمون على هذا الأساس، لأنه المحكمة الدولية لا تأخذ القرار بالإبادة الجماعية على الجيش فقط، وإنما حتى السياسيين الذي بادروا بإعطاء هذه الأولويات أو المبادرة في الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي، وحتى من شارك في هذه إذا كان جندي وإذا كان ضابط وإذا كان مدني، من شارك في هذه الحرب بالإبادة الجماعية هو مجرم حرب. ولهذا السبب الدول الأوروبية تخشى من هذا الموضوع، وهي يعني تحث بكل جهودها أنه إبعاد هذه القضية عن الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية مشكلة كبيرة وإحراج كبير للدول الأوروبية والدول حتى الولايات المتحدة وبريطانيا، هم متهمين بهذه العملية لأنهم مشاركين مشاركة فعلية حسب القانون الدولي من دعمهم لهذا لإسرائيل. يعني فيما إذا اتخذ قرار إدانة الكيان، هل هناك مفاعيل ربما تصل لتلك الدول التي دعمت الكيان؟ بالتأكيد راح يكون هذا ضرر على الدول الأوروبية التي اتخذت هذه القرار بموقفها إلى جانب إسرائيل، يعني ظالمة أو مظلومة بالحرف الواحد. يعني ازدواجية المعايير الموجودة في هذه المحكمة أو في هذه القضية مع قضية الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، يجب على المجتمع الدولي يتبنى ما ارتكبه من جرائم ضد هذا الشعب. نعم، طيب أنتقل بالسؤال هنا للدكتور ماجد. دكتور ماجد، كنت قبل أن أنتقل إلى الأستاذ ضياء تتحدث عن التدابير والإجراءات الاحترازية، ما طبيعة هذه الإجراءات؟ هذه الإجراءات الاحترازية وقف كلي لإطلاق النار، وقف جزئي لإطلاق النار، الانسحاب من المناطق المكتظة بالسكان، عدم قصف الأحياء السكنية والمدنيين على الإطلاق، أمور إدخال واسع تحت إشراف فريق آخر أمم متحدة أو طرف دولي آخر لكل المساعدات الإنسانية الضرورية للمعيشة كالماء والطعام والوقود والتنقل وهذه أمور وحماية المستشفيات. هذه إجراءات احترازية، لكن أهمها الوقف الكلي الفوري أو الجزئي لإطلاق النار والانسحاب من المناطق المكتظة وعدم استهداف المدنيين. نعم، هذه الإجراءات فيما إلى حين البت في هذه الإجراءات فيما يعني إذا تم قبولها هل تنفذ فورا أم أيضا تأخذ أسابيع لربما للتنفيذ؟ تأخذ من أسبوع إلى أسبوعين على يعني على أقل تقدير، لكن هذا
كما تعلم القانون الدولي للأسف الشديد وهو يعني شباك تخترقه الحشرات الكبيرة وتعلق به الحشرات الصغيرة. الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية مسبقة. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفي عبر خدمة زوم من عمان، المستشار السابق في الأمم المتحدة والباحث في القانون الدولي الدكتور ماجد الزبيدي. وأنتقل بسؤال هنا إلى الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي. أستاذ محمد، يعني جنوب أفريقيا، خبرة جنوب أفريقيا في التعاطي مع هذه الازدواجية والغربية والمعاناة التي مرت بها تلك الدول، إلى أي مدى لربما يلعب دورا إيجابيا في هذه القضايا أو في هذه الدعوة المرفوعة من قبلها لنصرة الشعب الفلسطيني؟ لا شك أخي العزيز أن الخبرة الطويلة لجنوب أفريقيا في مناهضة نظام الفصل العنصري كانت أولا هي المحفز الرئيس للسلطات هناك للقيام بهذه المبادرة وهذه الخطوة وإيصال قضية الشعب الفلسطيني في غزة والجرائم للكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وبالتالي هي تستند إلى محفز أولا باعتبار أنه شعب عانى طويلا من الاضطهاد ونظام الفصل العنصري الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود. هناك نقطة في غاية الأهمية تتعلق أيضا بهذه الخطوة والتفاعل الدولي الكبير معها، لا سيما على مستوى الإعلام العربي تحديدا وعلى مستوى النشطاء ومجموعات حقوق الإنسان في المجتمعات الغربية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك نوعا من التجاهل على ما يبدو في وسائل الإعلام الدولي لهذه الخطوة، وهي جزء من التجاهل والازدواجية في المعايير التي يمارسها الغرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. لكن إثارة هذه القضية على مستوى محكمة العدل الدولية في لاهاي في تصوري أنه يصدق أن يسهل في إسقاط السردية الغربية المتعلقة بالصراع الفلسطيني، الصراع الإسرائيلي أو ما يسمى بقضية الصراع الفلسطيني، لكن نحن نعتقد أنه مقاومة نظام فصل عنصري ومقاومة مشروعة لكيان محتل، بالتالي هي جزء من إسقاط السردية الغربية في النظر إلى القضية الفلسطينية، ويساهم أيضا في تعزيز السردية الفلسطينية التي نجحت طوال الأسابيع الماضية من عمر هذا العدوان الغاشم على الفلسطينيين في قطاع غزة في إبداء وجهة النظر الفلسطينية وفي تصحيح الكثير من المفاهيم، وبالتالي هناك حالة من الانجذاب في المجتمعات الغربية للاستماع إلى السردية الفلسطينية فيما يتعلق بهذا الصراع. نعم، برأيك إلى أي مدى لربما الآن هو لزاما على الدول العربية والإسلامية لربما دعم دعوة جنوب أفريقيا في محكمة لاهاي؟ أن يكون هناك إسناد ودعم على مستوى عالي. كانت هناك مبادرة من بعض الحكومات العربية والإسلامية، على سبيل المثال الجمهورية التركية أرسلت وفدا إلى لاهاي لحضور هذه الجلسة المرافعة التي تمت اليوم. هناك أيضا مواقف لبعض الحكومات العربية المساندة لدولة جنوب أفريقيا في الدعوة، لكن يفترض أن يكون هناك خطوات منسقة ومزمنة للحكومات العربية والإسلامية، يكون هناك جهد ملموس لمنظمة التعاون الإسلامي في هذا السياق تعزز وتساند جهود دولة جنوب أفريقيا فيما يتعلق بمحاكمة الكيان الصهيوني، التزامن أيضا في هذه فيما يتعلق بالقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية. هناك دعوة أيضا أمام محكمة الجنايات الدولية، لكن الكيان الصهيوني طبعا ليس طرفا في هذه المحكمة. نحن فقط أثار انتباهي مداخلة بعض الإخوة الأكارم الذين سبقوني في الحديث فيما يتعلق ب أن هذه المحاكمة هي محاكمة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، تمثل الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها دول عدة غربية للدفاع عن إسرائيل ومحاولة استخدام العديد من المرافعات والأوراق التي تحاول من خلالها دعم هذه الدعوة أو يعني التضليل واستخدام فلتاعات أو ذرائع عدة في محاولة لإسقاط هذه الدعوة. لكن في رأيي أن الخطوة الأهم
والمهمة في هذه في هذا السياق هو وصول القضية إلى محكمة العدل الدولية، ثم بعد ذلك هذا التعاطي الدولي الواسع معها لتعزيز التردية الفلسطينية فيما يتعلق بالصراع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم. طيب أنتقل بسؤال هنا للأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، يعني بعد كل هذه المعطيات وهذا الدعم الدولي والأمريكي اللامتناهي إن صح التعبير لهذا الكيان، هل ترى بالفعل إمكانية لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه التي ارتكبها لربما منذ 75 عاما؟ نعم، أنا متأكد من هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع لأول مرة مثل ما قلت سابقا أنه إسرائيل توقف بهذا الموقف اللي يعني الإجرامي الذي ارتكبته، ولا هي مرتكبة كثير من الجرائم، أكثر من 100 مجزرة عملتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ولكن هذا الوقت بالوقت الحاضر ما ارتكبته في غزة الأمر اختلف عن السابق. السابق كانت الكيان الصهيوني يعمل بما يريد، يعني إسرائيل تعمل بما تريد، ولكن بالوقت الحاضر هنالك شعور أو شعبي موجود حتى في العالم كله والدول الغربية أنه دولة إسرائيل هي دولة مارقة وهي دولة مدعومة من الدول الغربية، وهذا الموقف راح يحدد من كيفية إسرائيل واستمرار إسرائيل بهذه العمليات الإجرامية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني من الجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإثني والديني الذي تستعمله بكل صفاته في فلسطين. بالوقت الحاضر هل يوجد هنالك دعم؟ نعم، هنالك دعم من إسرائيل من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ودعم غير محدود، وبالتأكيد هذه الدول اللي هي متعاطفة أو متضامنة مع إسرائيل 100% راح توقف ضد هذه القرارات التي تصدر من المحكمة الجنائية، وتخفف من حدة هذه القرارات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية. ولكن الدول العربية والإسلامية يجب عليها أن تدعم هذه القرار وتقف إلى جانب جنوب أفريقيا، دولة جنوب أفريقيا، بكل ما تتمكن من إعلام ومحامين وحقوقيين يشاركوا بهذه العملية، يعني لا يبقون ساكتون إلى هذه اللحظة وهم صامتون بما تعمل إسرائيل. وبالعكس، أكو بعض الدول العربية والإسلامية متضامنة معهم بصيغة غير مباشرة، وهذا الأمر واضح يعني. ولكن هل هذه القرارات من المحكمة الدولية؟ أنا أتوقع نعم، هنالك قرارات من المحكمة الجنائية، محكمة لاهاي ضد إسرائيل، نعم هنالك تصدر، ولكن شكرا. بأي حدية؟ هذا بحث آخر. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر الهاتف من فيينا، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا الأستاذ ضياء الشمري. كما أشكر ضيفي عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، والباحث بالقانون الدولي والمستشار السابق في الأمم المتحدة الدكتور ماجد الزبيدي الذي كان معنا عبر خدمة زوم من عمان. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.